يا صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا. صباح الحرية والكرامة لكل المصريين. وخلونا نبدأ على طول ونقول ان يمكن امبارح، احنا طبعا كل يوم بنعيش احداث متلاحقة وكل يوم احداث جديدة بتحصل لمصر، وطبعا اهم حاجة هي مصر وتحيا مصر. وخلينا نقول ان امبارح تم تكليف دكتور كمال الجنزوري بحكومة انقاذ وطني، ويمكن الخبر ده كان ما بين لتلقوه يعني كان ما بين ومؤيد ومعارض. وخلينا نقول يمكن النهاردة مصر هتشهد مليونيات كتيرة جدا في كل ميادين مصر بأهداف مختلفة. يمكن هي دي الديمقراطية اللي كنا بنتكلم عليها، ان كل واحد يعبر عن رأيه، بس أهم حاجة يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وما يتقبلش ده بعنف. صباح الخير يا مي، صباح الخير يا سارة. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا سارة. يعني عايزة أعلق على كلام دينا الأول. فعلا النهاردة في مليونيات كتيرة جدا هتسهر في أكتر من ميدان من ميادين مصر عشان نقدر نمر بالمرحلة الحرجة اللي مصر بتمر بيها اليومين دول، نقدر نعديها بسلام. لازم نكون مدركين أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية، ودي يعني أنا هقول حاجتين اتنين هركز عليهم عشان هما فعلا مهمين جدا. أول حاجة إن احنا عندنا فكر معين، يعني انا حاسه ان في لخبطه عليا. مش هقول لك الكاميرا دي صح، في تغيير كده بيحصل عندنا في الاستوديو، ما اعرفش بيحصل ليه، بس هقول الحاجتين اللي انا كان نفسي اركز عليهم النهارده. نمره واحد، سياسه او ثقافه الاختلاف. لازم نبقى مدركين ان من يخالفك الراي هو لا يمكن يكون عدو ليك. فاي حد يقولك غير كده، ان مثلا المتظاهرين بيخالفوك او اللي قاعدين في البيت زي ما بنروح حزب الكنبه والكلام ده بيخالفوك في الراي فهم اعداء، لا، ده يقصد فعلا يثير فتنه بينك وبينهم. اي واحد مختلف عنك ده لا يمكن يكون ليك عدو. الحاجه الثانيه، عشان شعب يتقدم، عشان شعب يستمر، عشان شعب يمر بازمه ويعدي منها بسلام، لازم يفهم ان واقعه هو واقعه ويكون مدركه ويكون مصدقه. احنا مرينا بثوره، فما فيش مجال تماما ان احنا نقول ان ما كانش في ثوره، لا دي كانت انتفاضه، لا دول اللي موجودين في التحرير لا يمثلوا الشعب المصري بالكامل، لا يمثلوا الا انفسهم. الكلام ده كله بالنسبه لنا هيبقى كلام ملوش اي لازمه، ده مش واقع. عشان ندرك واقعنا ونصدقه وعشان نطلع خطوه قدام، لازم نفهم ان احنا مرينا بثوره، والتاريخ يوم ما هيسجلها ثوره. فاي حد بقى يقول في الاعلام حاجه مختلفه عن ده، اعتقد ان هو يعني هيبقى عدو فعلا ليك. صباح الخير على كل الناس. وفعلا يا مي، المسميات هنا مش مهمه خالص. وبعدين قصه انه في ناس بتقول انه يا ريت ما كانش حصل ثوره، ويا ريت، ما هو طبيعي لكل ثوره وليها ضحاياها، ولكل ثوره لازم تاخد فتره طويله جدا علشان البلد ترجع تتصلح تاني، وده هيرجع لنا احنا ازاي هنبنيها وازاي نصدق بعض وما نخونش بعض. النهارده هيكون معانا فقرات كتير جدا كلها متلاحقه، كلها بنتابع فيها الاحداث اللي بتحصل في مصر. النهارده هيكون معانا فقره الصحافه مع الاستاذ احمد سامي متولي، هو كاتب صحفي بجريده الاهرام. ويمكن كمان معانا فقره عن تصويت المصريين بالخارج. يمكن الاثنين، هو يوم 28 هو بدء العملية الانتخابية، وأكد المجلس العسكري الانتخابات هتتم في موعدها، وبدأ فعلا تصويت المصريين بالخارج عن طريق البريد وعن طريق إرسال المظاريف للقنصليات والسفارات، وآخر موعد بكرة السبت 26 نوفمبر. أكيد من حق المصريين الموجودين بالخارج يصوتوا عشان ده حقهم ودي بلدهم، بس هنعرف آليات ده وهنشوف إذا كان ده هيتم بطريقة فعلا نقدر نقول عليها طريقة صحيحة لتنفيذ العملية الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج. في كمان فقرة مع أستاذ محمد نزار، ده يعني من أوائل اللي كانوا موجودين في التحرير من 25 يناير وحضر كل الاعتصامات الموجودة هناك. هو منسق عام حركة الثوار ومؤسس حركة الصمود الشعبي، هيكلمنا عن أحوال التحرير عاملة إيه اليومين دول. ده غير كمان هيكون معانا المستشار أحمد عبده ماهر، هو الكاتب الإسلامي والمحامي بالنقد. هنتكلم معاه عن رأس السنة الهجرية. كل سنة وحضرتكم طيبين. ما إن المرأة نص المجتمع وهي عنصر فعال ومشارك كمان في المجتمع، هيكون معانا فقرة النهاردة عن ماما سالم، مؤسسة ائتلاف أمهات شهداء الثورة أو أمهات المصريين بمعنى أصح. فخليكم معانا، عندنا فقرات كتيرة جدا وموجودين معاكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة.